في صالة الانتظار. لم يستطيع الاستمرار في خوض المعارك لاستعادة الدولة. رصاصة أو لغم حرمهم من ذلك، ليبدأوا بعدها رحلتهم الطويلة في العلاج، وتلك معركة أطول وأشد ما بين مستشفيات داخل الوطن وأخرى خارجها، والإهمال هنا وهناك، والمعاملات والإجراءات الطويلة للسفر إلى الخارج. كانت معركتهم الجديدة. البعض منهم حالفه الحظ واستطاع السفر للحصول على أطراف جديدة ولو كانت اصطناعية كتعويض لأحد أطرافه المفقودة بالحرب، والآخر تمكن من العلاج أو على الأقل التغلب على الألم والتخفيف منه. عاش دين البلاد ولا عاش دين الأجانب. 150 جريحا من مقاومة تعز يحتفلون هنا في الهند بعد تركيب أطراف اصطناعية، و35 جريحا آخر أجريت لهم عمليات جراحية كبيرة جانبية. لكن المفارقة أن ممولي علاجهم لم تكن الدولة التي قاتلوا باستماتة لأجلها، بل من فاعلي خير، وذلك بعد وقفات احتجاجية ومظاهرات عديدة نفذها هؤلاء الجرحى. أصواتهم لم تصل لمسؤولي الشرعية، ويبدو أنها لن تصل، وصدى معاناتهم لم تلقى إجابة إلا من فاعلي خير سمعوا أناتهم أخيرا. لكن السؤال هنا، هل سيبقى الإهمال مصيرا لأولئك الجرحى الذين لم تصل إليهم أيدي فاعلي الخير؟ أم أننا سنجد تحركا جديا من قبل الحكومة والتحالف لإغلاق هذا الملف؟